طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، أهالي عدن يبيعون منازلهم ويغادرون المدينة إلى الخارج. بي بي سي تتساءل ما الذي يجعل التخلي عن السلطة أمرا صعبا. ومن أخبارنا المنوعة، المستشارة الألمانية توصي مواطنيها بالابتسام للتحية بدلا من المصافحة. أهلا بكم. أهالي مدينة عدن الذين يعيشون فيها منذ عشرات السنين أخذوا يبيعون منازلهم في المدينة ويغادرون نحو الخارج، وذلك لما يتعرضون له من مضايقات من قبل الميليشيات المنتشرة في المدينة والتي أتت من خارج المدينة، وفقا لموقع عدن الغد. تزايد عدد الأسر العدنية التي تبحث عن الاستقرار في الخارج، وقال الموقع إن عدد الأسر العدنية المغادرة لعدن تزايد خلال 3 أعوام مضت باحثة عن استقرار جديد خارج البلاد. وقال عاملون في بيع وشراء المنازل بعدن لصحيفة عدن الغد أن عشرات الأسر التي تقطن الأحياء العتيقة بعدن غادرت بعد أن باعت منازلها واستقر بها الحال خارج البلاد. وقال عبد الله قحطان وهو يعمل في بيع وشراء المنازل بحي المعلل للصحيفة أن عددا كبيرا من الأسر غادرت خلال عامين وغالبيتها إلى مصر، حيث استقر بها الحال بحثا عن حالة من الهدوء والدراسة واستقرار الخدمات. وقال الموقع على نحو واضح يبدو جليا أن القطاعات المدنية المسالمة في المدينة هم الأكثر تضررا من حالة الاضطرابات التي تعيشها المدينة منذ سنوات، وتشبه هذه الهجرة إلى حد كبير ما حدث في عدن عقب عام 1967 حينما اضطرت إجراءات حكومية وثورية الآلاف من سكان المدينة إلى مغادرتها إلى دور الخليج والتي استقر بهم الحال فيها حتى اليوم. ويفيد الموقع يمثل الهاجس الأمني وتجدد الصراعات كل 3 أشهر واحد من أبرز المخاطر التي تهدد حياة الناس في عدن. إليزابيث كينديل الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كتبت عن إمكانية حركة تنظيم القاعدة مجددا في جنوب اليمن عقب سيطرة الانتقال على المشهد، وأضافت الباحثة المتخصصة في الحركات الإرهابية: اليوم يبدو أن ميليشيات مختلفة في جنوب اليمن تستميل الفئات المنشقة عن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويمكن تقسيم قوات هذه الميليشيات إلى معسكرين انفصاليين أحدهما موالي للحكومة والآخر موالي للجنوب. وعلى الرغم من أن الأدلة تشير إلى اتجاهات مختلفة إلى أن النفور الأيديولوجي العام للتنظيم من الانفصال أصبح نقطة يمكن استغلالها، يرفض قادة التنظيم الموافقة على حدود رسمها الإنسان ويصورون الانفصاليين على أنهم اشتراكيون بلا إله. وقد حل الحوثيون في المركز الثالث، مع أن الأيديولوجيين في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يصفونهم بأنهم جنود إيران الشيعة الكافرون على الأرض، وأثيروا تساؤلاً حول ما إذا كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو بعض من فروعه الصغيرة يتحولون من كونهم محاربين في حرب مقدسة إلى قتلة مأجورين، وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانوا يفعلون لأسباب أيديولوجية أو سياسية أو مالية. وتبقى الإجابة مبهمة حتى بالنسبة للمراقبين النابهين لشؤون اليمن بسبب المزيج المحلي المعقد من المصالح المتداخلة والولاءات غير الثابتة والهجمات المنسوبة إلى غير الجهات الحقيقية التي نفذتها والتضليل الإعلامي. وفي هذا السياق تزداد صعوبة تحديد ماهية تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهويته بدقة، غير أن أمراً واحداً يبدو واضحاً، غالباً ما تتغير الظروف بسرعة في اليمن، وكذلك يمكن أن يستعيد التنظيم قوته كتهديد إرهابي خلال فترة قصيرة إذا تغير المشهد مرة أخرى، وربما سيبرز تجسيد ذو طابع سياسي متزايد لتنظيم القاعدة في اليمن، وربما يتحول بعض مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من جهاديين أيديولوجيين إلى قتلة مأجورين سواء طوعاً أو بحكم الضرورة. ومع ذلك ما يزال الجوهر الأيديولوجي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية قائماً، وقد وجه مقتل الريمي ضربة له لكنها لم تكن قاضية
وفي ظل تفكك اليمن وازدياد الانقسامات في صفوف الأطراف المتحاربة، سيجد التنظيم أنه من السهل إعادة رص صفوفه والازدهار مجدداً. منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على البلاد وفقدان الملايين لدخلهم وتعطل حياتهم، اجتاحت أمراض نفسية مختلفة عددا كبيرا من الناس، وفقا لتقرير نشره يمن مونيتور. المرضى النفسانيون في اليمن أو النفسيون في اليمن مجتمع لا يرحم، وسلطة لا تقوم بواجباتها، ومنشآت صحية سيئة لا تكاد شهد العلي تتعرف على عائلتها بما في ذلك والدها ووالدتها، حيث تسببت الحرب والاشتباكات في اضطراب عقلي دفعها إلى الوساوس. تقول والدة شهد إن ابنتها لا تتعرف عليها عندما تقترب منها، تخشى أن أضربها. تعيش شهد وعائلتها في مدينة تعز، حيث يعيش أكثر من نصف مليون نسمة تحت حصار يفرضه الحوثيون من ثلاث جهات منذ مطلع العام 2016، وتتلقى العلاج في المشفى. يوجد مستشفى وحيد في تعز لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، لكنه يعاني من وضع صعب للغاية مع غياب الكادر الطبي والأدوية وإغلاق المختبر. يقول عادل عبد السلام ملهي مدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في المدينة اليمن مونيتور إن المشفى الذي يديره هو الوحيد بالجمهورية اليمنية قبل وبعد الحرب، حيث أن باقي المستشفيات في المحافظات تتبع مصلحة السجن المركزي، ولا يوجد مصحة نفسية متكاملة إلا في مدينة تعز، وهي من كانت تخدم جميع المحافظات قبل الحرب. أعداد المرضى النفسانيين يتزايدون، فحسب إحصائية حصل عليها يمن مونيتور، تلقى العلاج في المستشفى خلال 2019 3764 مريض من الذكور والإناث، بينهم 337 حالة رقود في المستشفى. ويعتبر محمد طه سعيد رئيس هيئة التمريض بمستشفى الأمراض النفسية أن المريض النفسي في اليمن ينقصه المجتمع والمرفق والدولة. التغذية تنقص المستشفى بشكل رهيب، فميزانية التغذية السنوية تبلغ 750 ألف ريال يمني لعدد 337 مريض. لمن عدن اليوم؟ تحت هذا العنوان كتبت ضياء سروري مقالها المشهور في عدن الغد، مضيفة في أجزاء من المقال. عندما منعت طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن قبل سنوات، كتبت يومها على صفحة المتواضعة هذه، وقلت بأن أرض المطار ملك لدولتنا، ولا يجب على أي مسؤول في التحالف أن يمنع طائرة الرئاسة من الهبوط، لأن هذا العمل يتناقض ويتنافى مع أسباب وجودهم في اليمن. بعدها بمدة بسيطة حصلت اعتداءات مسلحة شاركت فيها مركبات وطائرات عسكرية، شرطها الأساسي وقتها إفراغ عدن من أي مسؤول يتبع الشرعية، حتى وإن كان المسؤول يحمل شهادة ميلاد تثبت بأنه جنوبي 100%. استمر فجور القرارات في الصعود دون أن يعي أصحابها بأنهم يعلنون عن بداية حرب لا علاقة لها بالقوة العسكرية على الأرض ولا بمن يحكم سيطرته. جميعنا يعلم بأن عدن لا تركع حتى وإن اضطرتها الظروف لأن تنحني قليلاً أمام هول ما تراه، وها نحن اليوم أمام سلطة أخرى جديدة تنافس على السيطرة وفرض القرار، سلطة حاولت منع بعض القيادات المنتمية سياسياً للمجلس الانتقالي من الرجوع لعدن. لا يهمني مركزهم ووضعهم السياسي، ولا يهمني سبب المنع الآن من زيارة عدن، كل ما يهمني حقيقة هي فكرة المنع التي تبيح لأي جهة خارجية أن تمنع مواطناً يحمل الجنسية اليمنية من دخول أرضه. لماذا لم يتفق شركاء الحرب على تحجيم دورهم السياسي المدعوم منذ مدة من قبل الإمارات؟ لماذا لم تصدر الأوامر كعادتها والقابلة دون نقاش للتنفيذ بأن يكون وجودهم في عدن تحت صفة المواطن البعيد عن أي عمل سياسي أو حزبي أو أمني أو حتى قبلي؟ إلى متى ستظل مطاراتنا وموانئنا وحدودنا وبحارنا وسماؤنا تحت رعاية التحالف ومن يدعون القيادة الوطنية تحت أمرهم؟ أسئلة كثيرة لا تعد ولا تحصى تقتحم فكري دون رحمة، حتى أصبح عاجزاً وغير قادر على تحليل المواقف والأحداث.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري إنه سيؤيد تشريعا يسمح له بالترشح لفترتين أخريين لرئاسة البلاد، الأمر الذي يحظره الدستور الروسي حاليا، يصبح بذلك الأحدث في سلسلة طويلة من زعماء الدول من الجزائر إلى زيمبابوي الذين ترددوا في ترك السلطة. ويعنون البي بي سي: ما الذي يجعل التخلي عن السلطة أمرا صعبا؟ يقول نيك تشيسمان، مؤلف مشارك في كتاب كيف تزور انتخابات، إن الإجابة السهلة هي الفساد، إذ يمكنهم كسب مزيد من الأموال والبقاء للحفاظ على الثراء، بيد أن الواقع يشير إلى أن ثمة أشياء أخرى أكثر تعقيدا. ويضيف شيسمان أن أكثر ما يخشاه الزعماء من مجرد خسارة أموالهم هو محاكمتهم بعد مغادرة السلطة، ولديهم من الأسباب الوجيهة التي تدفعهم إلى هذا الخوف. وفقا لبحث نشره شيسمان في كتابه، حكم 43% من زعماء أفريقيا الذين تنحوا عن الحكم وأرسلوا إلى المنفى أو أعدموا خلال الفترة ما بين عامي 1960 و2010. يشعر الزعماء بضغوط من جانب من يحيطون بهم. ويقول شيسمان: حتى عندما تعتقد أن الوقت حان لاتخاذ قرار، ستجد مجموعة من الأشخاص تطرق بابك وتقول لك: لا تفعل هذا، ليس من أجلك، إن الأمر يتعلق بآلاف الأشخاص الذين قاموا بأشياء من أجلك وضحوا من أجلك. وخلصت مجموعة من أبحاثي لأن منح السلطة لأشخاص حتى ولو بشكل تعسفي لفترة قصيرة يؤدي إلى تغيير سلوكهم، إذ يبدأون في التصرف بطرق يستفيدون منها ويفقدون تعاطفهم مع الآخرين، فضلا عن الاعتقاد بأنهم على حق في كثير من الأحيان. وننتقل إلى صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان بوتين إلى الأبد. وتقول الصحيفة إنه منذ عامين ألغت الصين القيود المفروضة على فترة أو فترات الرئاسة، مما يسمح ببقاء الرئيس في الحكم لأجل غير مسمى. وتضيف أنه يبدو أن الأمر راق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعلى الرغم من أن الدستور الروسي يقضي أن يتخلى الرئيس الروسي عن منصبه في نهاية الفترة الرئاسية الثانية عام 2024، فإن بوتين يدعم إجراء تعديل يسمح له بالبقاء في منصبه. وترى الصحيفة أن رغبة بوتين الواضحة للبقاء في الرئاسة قد تقضي على أي أمل غربي للتقارب مع موسكو. وترى أيضا أن الحرب الباردة في القرن 21 من المرجح أن تستمر مع انعدام ما في وسع الولايات المتحدة وحلفائها فعله سوى الاحتواء الذي انتصر في نهاية المطاف على الاتحاد السوفيتي. وتضيف أنه وبنهاية فترته الرئيسية الحالية سيكون بوتين في 72، وسيكون قد احتفظ بالسلطة على مدى 24 عاما متواصلة، وأنه إذا احتفظ بالسلطة لفترتين قادمتين كل منها 6 أعوام سيكون قد بقي في السلطة مدة أطول من ستالين. صحيفة القدس العربي تقارن في افتتاحيتها بين الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا وبين الدول العربية التي تواصل انشغالها بمعاركها الخاصة. وقالت القدس: أظهر المرض انكشافا واضحا على مستويات عديدة في الدول الكبرى، بدءا من الصين التي كانت مصدر تركز الوباء وانتشاره، وفي الوقت الذي خصصت فيه إمكانياتها الهائلة لوقف انتشار المرض وعلاجه، فقد كشف نظامها عن أعطاب كبيرة، بدءا من محاولة سلطتها التعمية على الحدث ومعاقبة المنبهين عنه، ومرورا بالولايات المتحدة الأمريكية ذات النظام الديمقراطي، والتي تعرض قطاعها الطبي لانتكاسة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، في الوقت الذي نشهد محاولات ناجحة أو فاشلة في كل العالم لاحتواء المرض واستيعاب آثاره الاقتصادية المدمرة عبر إعلان ميزانيات صرف كبيرة وخفض للفائدة والضرائب. استمرت آلة القتل والتدمير في العديد من البلدان العربية المنكوبة في سوريا واليمن وليبيا، فلا شيء أهم من روع السلطات السورية أو الجنرال المتمرد خليفة حفتر أو أطراف الحرب الأهلية البائسة في اليمن من قتل البشر وحرق الأخضر واليابس، وهو ما جعل العالم يتساءل عن أثر وباء كورونا في هذه البلدان. بمواجهة إنكار سلطات دمشق المشغولة باجتياح أدلب وريفها على سبيل المثال عن وجود هذا الوباء، وهو أمر وجدنا نسخة منه في مصر التي تأخرت سلطاتها كثيرا في إعلان وجود المرض
في الوقت الذي استمر إعلان دول أخرى عن استقبال مصابين منها وبالتالي وقف الرحلات إليها. يفترض وجود مرض بهذه الخطورة الكبرى على المعمورة وسكانها أن تسارع المنظومات والدول الكبرى إلى تجميع الطاقات لتقديم حلول لوقف الوباء، لكن ذلك حين يحصل لن يوقف الأسئلة الكبيرة حول إعطاب الأنظمة السياسية التي تحاول أن تقدم حلولاً سريعة لجمهورها الانتخابي على حساب مستقبل الأجيال المقبلة، فتستدين أكثر بكثير مما يمكن أن تدفع وترفع الغرائز العنصرية ضد الأعراق والأديان والشعوب المختلفة، وكذلك إعطاب الأنظمة الطاغية التي تفترض أنها تستطيع أن تخضع مواطنيها بالقوة والعزف والتجبر. أوصت المستشارة الألمانية إنجلا ميركل بالتخلي مؤقتاً عن المصافحة عند تبادل التحية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعنون صحيفة القدس العربية. ميركل توصي مواطنيها بالابتسام للتحية بدلاً من المصافحة، وقالت ميركل: البديل الجيد لذلك هو النظر للعين والابتسام لثانية إضافية بدلاً من أن تضع يدك في يد المجاور لك. ومن جانبه قال وزير الصحة الألماني بينز شبان إنه شخصيا يجد صعوبة في التخلي عن المصافحة، وقال: المصافحة متجذرة ثقافيا لدينا وهذا أمر جيد وإشارة جيدة، لكن ربما هذه فترة يتعين علينا أن نقلل فيها هذا التقليد حتى نعبر هذه المرحلة. وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع في 2 مارس الجاري فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر وهو يرفض مصافحة المستشارة الألمانية بسبب فيروس كورونا، وظهرت المستشارة الألمانية وهي تمد يدها للوزير في اجتماع حول الهجرة إلا أنه رفض مصافحتها ولوح بيده بعيدا وسط ضحكات بين الحاضرين، بينهم السيدة ميركل التي قالت إنه فعل الشيء الأصح وما ينبغي فعله. أعلن عمدة لإحدى المدن الأندونيسية نجاح حملة تهدف إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف الذكية عن طريق إبقائهم مشغولين بتربية الدجاج، وعنونا موقع دي دبليو. طريقة أندونيسية لتحرير الأطفال من قيود الهواتف الذكية. وكان أوديت دانيال عمدة باندونغ أطلق برنامج تربية الدجاج بمنح 2000 دجاجة صغيرة لتلاميذ المدارس في نوفمبر الماضي. وقال العمدة: لاحظت أن الكتاكيت التي قام تلاميذ المدارس بتربيتها قد كبرت بصورة جيدة، حيث أن وزنها الآن يتراوح ما بين كيلو وكيلو جرامين، ولم يوضح ما إذا كان الأطفال قد توقفوا عن ممارسة الألعاب على الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر موقع يوتيوب على هواتفهم الذكية. من ناحية أخرى قال رئيس شؤون الزراعة في المدينة إنه من المقرر أن يتم توزيع 10,000 دجاجة على طلاب المدارس مجانا هذا العام. وأفاد الموقع أن حملة تربية الأطفال للدجاج لإبعادهم عن الهواتف الذكية تهدف أيضا إلى تعليم الأطفال كيفية حب الحيوانات وكذلك تحمل المسؤولية. دب يصادق قطا وكلبة ترضع حيوانات صغار ليسوا صغارها وصداقة بين الذئب، وكل ذلك وغيره من الصداقات الغريبة التي تنشأ بين حيوانات مختلفة نتابع توثيق هذه العلاقات عبر صور نشرها موقع الدي دبليو الألماني. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة.
وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.